في إطار إسهامات وزارة المواصلات في تطوير البنية التحتية لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، قامت الوزارة بإعداد التصاميم المبدئية لعدة طرق رئيسية في الدولة لخدمة الملاعب الثمانية المخصصة لاحتضان مباريات البطولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. ومن أهم خطوط الربط المنجزة على هذا الصعيد مشروع طريق الخور الساحلي الذي يهيئ الوصول الآمن والانسيابي والمباشر إلى استاد البيت، إلى جانب الشبكة الموصولة به من عدة مناطق بالدولة، بالإضافة إلى مشروع طريق المجد الذي يسهل الوصول إلى ملعب أحمد بن علي في منطقة الريان بالتكامل مع شبكة الطرق المؤدية إليه، ومنها التصميم المبدئي لشارع الريان الذي يخدم الملعب نفسه إلى جانب ملعب المدينة التعليمية في منطقة الريان. ومن المشاريع الأخرى مشروعي ربط مدينة الوسيل بشبكة الطرق السريعة وطريق الوسيل السريع اللذان يؤمنان الوصول بشكل انسيابي حر ويقللان زمن الوصول إلى استاد الوسيل، بالإضافة إلى تصميم شارعي الوعب والفروسية الذي هيئ حركة مرور سهلة وانسيابية لخدمة استاد خليفة الدولي، وكذلك طريق الوكرة الالتفافي والطريق الدائري السابع اللذين يسهلان الوصول إلى ملعبي الجنوب والثمامة. وجدير بالاعتبار أن جميع الطرق والمشاريع المذكورة تتكامل مع شبكة الطرق الممتدة على مناطق الدولة لتخدم أيضا جميع المناطق المحيطة بهذه الملاعب وربطها بعضها ببعض، الأمر المؤدي إلى حركة انسيابية سهلة وآمنة مع تقليل زمن التنقل بين هذه المناطق بما فيه الملاعب والمناطق الخاصة ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.